من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين. القوات العراقية تستعيد مقر الاتصالات والبريد وهيئة الاستثمار ومديرية الكهرباء وبناية الأمن الداخلي في الموصل. إصابة السفير الإماراتي في أفغانستان وعدد من الدبلوماسيين في تفجير استهدف مقر حاكم قندهار. الانقسام السياسي يضع ليبيا أمام مواجهات عسكرية جديدة بعد ضرب داعش في سرت. تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 4 وزارات والمعارضة تتهم السلطة برشوة النواب. أفاد مراسل الميادين بتحرير القوات العراقية مقر الاتصالات والبريد وهيئة الاستثمار ومديرية الكهرباء وبناية الأمن الداخلي في الموصل. سبق ذلك إعلان قائد عمليات نينوى عبد الأمير يار الله أن القوات العراقية حررت حي السكر وحي الضباط ومسجد الرحمن شرق الموصل. كما سيطرت هذه القوات بالنار على ساحة الاستعراض شرق المدينة. عبد الله بدران. نحن الآن في حي الرفاق وهو أحد الأحياء الرئيسية التي تحررت في الساحل الأيسر والمحور الشرقي لمدينة الموصل. الحرب لتحرير هذه الأحياء هي من نوع خاص جدا مع وجود المدنيين، مع دخول القوات، مع استغلال داعش لهؤلاء المدنيين من أجل تأمين حركة مسلحيه وتنقلهم وإعاقة تقدم القوات العراقية التي تحاول قدر الإمكان أن لا تستهدف البنى التحتية وتحاول تجنيب بالمدنيين خطوط المواجهة وتقاطع النار. سيطرنا على حي المثنى من قبل كم يوم وإن شاء الله الحمد لله ماكو شيء هسه حاليا، وإحنا بالمنطقة وما كتبنا خسائر كثيرة إن شاء الله. أهم شيء عندنا العوائل الحمد لله ماكو شيء، وأكو كان قنص وداعش يعني كانوا موجودين بالمنطقة، والحمد لله هسه ما ظل شيء، وإن شاء الله نوعد أخوتنا اللي بالمناطق الغير المحررة سنصلهم في أقرب وقت. إحنا عندنا تدريب، تدربنا تدريب زين، ومن ندخل المناطق ندخل بقوة، ما ندخل إحنا مترددين، ندخل على مود عوائلنا، على مود أهل الموصل، وإحنا كلنا في دول أهل الموصل والعراقيين كافة، وإحنا من ندخل نحررهم من داعش ولا إرهابيين، ويعرفونهم شلون إرهابيين تعاملهم قبل معهم، ويعرفون هسه حاليا شو تعامل الجيش والفرقة الذهبية يعني وياهم، والحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله عن قريب يتحرر الموصل كافة. العقدة الأبرز في كل هذه العملية هي وجود المدنيين، وبالتالي عمليات مسك الأرض في هذه المناطق تتم بإيجاد ما يعرف بنقاط السيطرة، وهي تتبع الجيش العراقي داخل أحياء مدينة الموصل. شفت الحرب؟ عذبونا كل يوم، هاونات على تنتقع، هاونات من داعش. العوائل هنا موجودين الحمد لله، نزحوا ورجعوا وظلوا هنا تقريبا اليوم جو، والحمد لله والشكر هسه حاليا وجود الفرقه 16 الفرقه الذهبيه، والحمد لله والشكر تحررنا من تنظيم داعش. الاهالي لا يزالون يتواجدون في هذه المنطقه بعد ان حررتها القوات العراقيه وخلال عمليات التحرير، البعض منها كما تؤكد شهادات اهل الحي قد غادرها اثناء عمليات التحرير، والبعض الاخر قد حاول يعني البقاء قدر الامكان ونجح في البقاء خلال عمليات دخول القوات العراقيه وتحرير هذه المنطقه من مسلحي التنظيم. من محور شرق الموصل، عبد الله بدران، الميادين. أصيب السفير الإماراتي في أفغانستان وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين في هجوم بقنبلة على دار الضيافة لحاكم قندهار. الانفجار أدى أيضا إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بينهم حاكم قندهار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بعد. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الحرب في سوريا هي حرب مركبة تنخرط فيها أطراف إقليمية ودولية عدة، كل منها لها مصالحها الخاصة. الوزير الأمريكي أشار إلى أن بلادها لم تبدأ الربيع العربي ولم يكن باستطاعتها إيقافه بحسب قوله. وبشأن الاتفاق النووي مع إيران، رأى كيري أنه إذا نقضت الإدارة المقبلة الاتفاق فإن الدول الأخرى ستمضي في التزاماتها، وستعد واشنطن طرفا لا يعتمد عليه.
قال رئيس جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة قدري جميل إن دعوات أستانا وجهت فقط إلى ممثلي الفصائل المسلحة برعاية تركية، لافتا إلى أن المعارضة السياسية لم تدع. وأتمنى أن يتمكن مؤتمر أستانا من تثبيت وقف إطلاق النار لبدء محادثات جنيف. وأشار جميل إلى أن نجاح مفاوضات جنيف بجولتها الجديدة يرتبط بتأليف وفد واحد للمعارضة السورية. أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومواجهة الاحتلال. موقف الزعنون أتى في خلال افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بالسفارة الفلسطينية في بيروت بحضور كل الفصائل والقوى الفلسطينية في المنظمة ومن خارجها كحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ومنظمة الصاعقة. أوري جثمان الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني إلى جانب مرقد الإمام الخميني في جنوب طهران. وقد شيع الراحل في مأتم مهيب شارك فيه حشودا ضخمة من الإيرانيين ورموز الدولة من سياسيين ورجال دين، كما أما الصلاة على جثمان رفسنجاني المرشد السيد علي خامنئي. فاصل قصير ونواصل من بعدها النشر. أهلا بكم من جديد. بعد سنوات من الاقتتال شمال ليبيا انتقلت ساحة المعارك إلى الجنوب، فيما يبدو محاولة من الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر للالتفاف جنوبا من أجل الوصول إلى طرابلس. هبة الله بيطار. عين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على طرابلس، الوصول إليها ليس أمرا سهلا. محاولات سابقة عديدة فشلت، ويبدو أن المحاولة الجديدة ستعتمد طريقا مختلفا يجنب قوات حفتر الصدام مع كتائب مصراتة في تقدمها نحو طرابلس. الطريق الجديد فرضته التغيرات في المعطيات الميدانية، فبعد تقدم قوات حفتر من بنغازي باتجاه الهلال النفطي شمال البلاد، واجهت كتائب مصراتة هذا التقدم بالسيطرة على سرت وطرد مقاتلي داعش منها، ليصبح الوصول إلى طرابلس عبر التقدم شمالا أمرا صعبا، وبات الطريق عبر الالتفاف جنوبا هو المرجح. إلى الجنوب إذن انتقلت المعارك، وتحديدا في الجفرة وسبها. هجمات برية على قاعدتي براك الشاطئ وتمنهنت شنتها قوات حفتر بالتزامن مع غارات جوية على قاعدة الجفرة. هذه المناطق كانت قد شهدت خلال الشهر الماضي مواجهات بين كتائب مصراتة وقوات معادية لها تطلق على نفسها اسم اللواء المجحفل 12. تقدم الأخير في هذه المنطقة يسهل اليوم طريق حفتر إلى طرابلس من الجنوب. تضاف إلى ذلك سيطرة قوات موالية لحفتر على مناطق هنا، وتحديدا في سبها وبني وليد والزنتان وورشفانة. جنوب ليبيا بات ساحة المعركة. بعد سنوات من الاقتتال شمالا انتقلت المواجهات إلى مناطق مختلفة مع تشابه أطراف القتال، وكأن معركة عملية الكرامة وفجر ليبيا ترسم من جديد. ومعنا من القاهرة الناشط الحقوقي والسياسي الليبي عبد الحفيظ غوقة. بداية أهلا بك سيد عبد الحفيظ. اهلا وسهلا. نعم سيد عبد الحفيظ، يعني ابدا معك من مضمون تقرير الزميل هبة الله بيطار والتي تقول فيها او القراءه التي تقول بان المعارك انتقلت من الشمال الى الجنوب تمهيدا للوصول بالجيش الليبي بقياده حفتر الى العاصمه طرابلس. هل توافق على هذا القراءه بدايه؟ هو ما في شك ان الجيش الليبي له وجود في الجنوب، وان كان هناك القوة حكمت الجنوب لفترة طويلة هي القوة الثالثة، والتي تتكون من المجموعة المسلحة تتبع رئاسة الأركان في الغرب الليبي، وكانت جزء من قوة الدروع التي تم إنشائها شرقا وغربا
وجنوبا، ولكن وجود هذه القوات والاشتباكات التي حصلت هي لفرض سيطرة الجيش الليبي الذي يتبع لشرعية مجلس النواب الليبي على الجنوب الليبي الذي هو منتهك منذ فترة وتتنازعه العديد من الصراعات. نحن نتمنى أن يستطيع الجيش الليبي أن يبسط سيطرته على الجنوب الليبي ويؤمن الجنوب الليبي بالكامل. أما الحديث على أن هناك معركة ستحدث في طرابلس، أعتقد أن الجهود التي تبذل سياسيا من حل سياسي الأزمة الليبية ستحول أو تجنب البلاد مزيد من الصراع في العاصمة طرابلس. لا أحد يتمنى أن يحدث صراع، يتمنى أن يكون تواجد للجيش يسيطر على كامل الأراضي الدولة الليبية، ولكن في إطار من الشرعية وفي إطار من التوافق الذي ينشده الليبيون لتجنب هذا الصراع. طيب بس سيد عبد الحفيظ، يعني بالحديث عن السياسة وعن الانتقال إلى ربما المرحلة السياسية، هناك اجتماعات يعني متواصلة تعقد من أجل حل الأزمة الليبية، ربما الاجتماع الأخير عقد يعني في القاهرة اليوم. برأيك يعني أهمية هذا الاجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بحضور يعني ممثلها لهذه الجامعة إلى ليبيا صالح الجمالي، أهمية هذا الاجتماع وماذا نتج عنه؟ نعم، هو الاجتماع مهم، والجامعة العربية كانت جزء من التوافق ومن الحوار السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، واحتضنت الجامعة ذاتها العديد من اللقاءات للمبعوث الأممي وللمسؤولين الليبيين من مختلف الأطراف. أعتقد بادرت مصر في الآونة الأخيرة بالتحرك لحل الأزمة الليبية على أساس من الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وانتقلت إلى الجزائر وإلى تونس. دول الجوار باتت معنية بالحل السياسي الليبي وإنهاء حالة الفوضى وتحقيق الاستقرار في ليبيا. أعتقد الجامعة العربية ومبعوثها إلى ليبيا هم معنيين في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى للعب دور أساسي مع طبعا الأمم المتحدة وفريق الدعم الخاص بليبيا من أجل إنهاء الأزمة على أرضية الاتفاق السياسي. وأعتقد نعم. سأتحدث معك يعني سيد عبد الحفيظ عن يعني نعم. دور الدول العربية التي ربما ستساهم في حل الأزمة الليبية، ولكن اليوم في مخص اجتماع اليوم هل هناك من معلومات لديك؟ أعتقد الاجتماع يأتي في هذا الإطار، في الإطار الذي تلعبه مصر ودول الجوار عبر الجامعة العربية للوصول إلى صيغة الاتفاق. هناك من تحدث عن مبادرة تونسية، ولكن لا وجود لهذه المبادرة إلا في الإطار الذي تحركت فيه بداية مصر اعتبارا من شهر ديسمبر، في 12 ديسمبر، عندما احتضن الاجتماع للعديد من المكونات الثقافية الليبية والشخصيات التي تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، وكان هناك اتفاق في هذا الاجتماع على تعديل الاتفاق السياسي. والآن نشهد حراك لهيئة الحوار السياسي بمعزل عن بعثة الأمم المتحدة. سيعقد اجتماع مهم يوم الغد في داخل ليبيا لهذه الهيئة للبحث في أوجه التعديلات التي أقرتها العديد من المرجعيات المحلية والدولية أيضا على الاتفاق السياسي. نتمنى أن يحدث هذا الحراك الذي ترعاه مصر نتائج إيجابية تنعكس في توافق على أرضية من الاتفاق السياسي، باعتباره بات هو الخارطة الوحيدة الموجودة للحل. ولكن بعد أن يتم التغيير في الصيغة الحالية التي هي المجلس الرئاسي يتم تعديلها بالكامل، وهذا ما انتهت إليه العديد من المرجعات. نتمنى أن يكون للجامعة العربية دور أساسي في هذه المرحلة انطلاقا. طيب سيد عبد الحفيظ، يعني حكي كثيرا عن لقاء ثلاثي بين مصر والجزائر وتونس، وربما أيضا عن قمة، يعني قمة رئاسية على خلفية هذا اللقاء. يعني هل هذه المبادرات وهذه اللقاءات كفيلة بحل الأزمة الليبية؟ وماذا عن الداخل الليبي؟ هل كل أطراف الليبية يعني تأتمر أو يعني تنصاع لهذه المبادرات أو تستمع إلى هذه الدول؟ أعتقد بالنسبة للداخل الليبي والمكونات المختلفة الليبية، نعم هي تواقع لأن يتم هناك وفاق إذا ما تم الاتفاق على الثوابت الوطنية. وأعتقد أن الثوابت الوطنية التي يجمع على الجميع هي وجود مؤسسات. مبادرة القاهرة واللقاء الذي تم أكد على هذه الثوابت ولا خلاف حولها في مختلف أنحاء ليبيا، وهي أن يكون لليبيا مؤسسات وأن يكون لليبيا جيش واحد وقيادة واحدة للجيش الليبي. هذه مسألة مهمة جدا، وجدت هذه القيادة علينا أن ندعمها إذا أردنا الوفاق وإذا أردنا الخروج من حالة الصراع المسلح. يجب أن يكون لليبيا جيش واحد يبسط سيطرته على كافة أرجاء البلاد بما فيها وفي مقدمتها العاصمة طرابلس. نتمنى أن يحدث ذلك في ظل الوفاق وليس في ظل الصراع
مع الجماعات التي توجد داخل العاصمة أن ينصاع الجميع لهذه الإرادة، إرادة المؤسسات. هذا ما انتهى إليه اجتماع القاهرة وما تبنته الدول المعنية بالحل الليبي، وهي تحديد الدول الجوار الليبي في إطار الجامعة العربية. نتمنى أن يخلص الاجتماع ولا ننتظر حتى نهاية الشهر كما قال البعض لتتقدم مبادرة. لماذا؟ لأن الجامعة العربية كانت جزء من التوافق الذي تم بناؤه، والجامعة العربية أعتقد توافق على إدخال التعديلات على الاتفاق السياسي، وهذا ما نتمنى أن يحدث قريبا وقريبا جدا، لأن الوضع في ليبيا وخصوصا وضع الاقتصاد والأمني لا يستحمل مزيد من المبادرات ومزيد من الحوارات التي تستغرق وقتا طويلا وقد لا تفضي إلى الحل. الحل موجود، علينا أن نعتمد هذا الحل. هذه المقترحات التي كانت بناء على توافق واسع تم في إطار هذا الاتفاق السياسي نتمنى أن يرى النور، وندعم المؤسسات وفقا لما ارتضاه الليبيون في انتخابات ذهب إليها أكثر من 1,700,000 ليبي، أنتجت أجسام شرعية، هذه مجلس النواب والجيش الوطني الوليد الذي تمثله قيادة عامة باتت تفرض سيطرتها وأخذت على عاتقها محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية. وهذه معركة الجميع سواء كان في الغرب الليبي أو الشرق الليبي، هذه معركة الجميع وليست معركة أبناء الجيش فقط. طيب سيد عبد الحفيظ، يعني لدي سؤال أخير، يعني كان هناك قرارات لافتة بل مواقف لافتة لنقل لرئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج، وهي يعني وهي المتعلقة بتعيينات الوظائف السيادية، ويعني الحقول دون هذه التعيينات دون التوافق التام بين الأطراف الليبية. هل يمكن وضع هذا الموقف في إطار الحلحلة بين الأطراف الليبيين؟ إذا كنت أختي الكريمة تشيرين إلى ما قام به رئيس المجلس الرئاسي من إلغاء بعض القرارات التي اتخذت دون توافق، هذا بالضبط. نعم، من شأن هذه الخطوة أن تعيد إلى توافق، وخصوصا أردف السيد رئيس المجلس الرئاسي هذه الخطوة بالقول بأنه يجب على هيئة الحوار وعلى الأطراف المختلفة أن تجد حلا وفقا للاتفاق السياسي. أعتقد هذه خطوة تساهم في بناء التوافق أكثر، ليس فقط داخل المجلس الرئاسي ولكن حكومة الوفاق الوطني اللي هي نتاج هذا الاتفاق السياسي، وهذا ما يدعو إلى التمسك بالتعديلات وتمريرها عبر هيئة الحوار، وهذا ما نتمنى أن يحدث قريبا يعني. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الحفيظ غوخة، وأنت الناشط الحقوقي والسياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. أجرى الرئيس الموريتاني تعديلا محدودا في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، شمل أربع حقائب وزارية. الوزارات التي شمل التغيير هي وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. اتهمت المعارضة الموريتانية ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة السلطة برشوة البرلمانيين من خلال منحهم قطع أرض. موقف المنتدى المعارض الذي يضم 27 حزبا جاء تعليقا على قرار حكومي يقضي بمنح كل عضو في الغرفتين البرلمانيتين قطعة أرض. ورأى المنتدى أن القرار الحكومي يمثل فضيحة سياسية وأخلاقية، مضيفا أن هذه الرشوة المفضوحة احتقار لممثلي الشعب ومحاولة مكشوفة للتأثير في تصويت البرلمانيين على التعديلات الدستورية التي رفضها الرأي العام الوطني. ومعنا من واكشوت مراسل الميادين أبي زيدان. أبي، إذا لو تضعنا يعني في صورة اتهامات المعارضة للحكم فيما خص يعني الرشوة التي قيل عنها، وأيضا عن التعديلات الدستورية المقبلة. أهلا رنا، هو المنتدى أخرج بيانا اليوم يتهم فيه بشكل واضح الرئيس بممارسة الرشوة السياسية على منتخب الشعب. الحدث بدأ تداعياته منذ أيام، هناك قرار تم اتخاذه على مستوى وزارة المالية بمنح جميع البرلمانيين في مجلس الشيوخ وفي البرلمان قطع أرضية في مناطق راقية من وسط المدينة في المدينة، ليس وسطها وإنما في المنطقة الراقية شمالها. المنتدى اعتبر هذا ابتزازا ورشوة سياسية، وأن الأرض بدلا من توزع على من يستحقها صارت بحسب منتدى الأحزاب الديمقراطية وسيلة ابتزاز للنظام يبيعها ويعقد بها الصفقات السياسية مع الأحزاب السياسية، ويقيمون دليلا على ذلك بأن المعلمين الذين كان النظام وعدهم بقطع الأرضية ما زالوا حتى الساعة لم يجدوها رغم تظاهرهم،
وأن هذا التوزيع هو سياسي بالدرجة الأولى، وإذا كان المعلمون حصلوا على القطع الأرضية التي كانوا وعدوا بها حسب ما يقول المنتدى. عموما هو الجزء البرلمان كان قد طلب برسالة رسمية قطعا أرضية من الدولة توزيعها على أعضائه، ووصل الأمر إلى مراحل متقدمة قبل أن يصدر قرار من جهات العليا بتوقيف ذلك التوزيع في تلك الفترة، قبل أن يبدأ التوزيع في هذه الفترة أياما قبيل التعديل الدستوري المقترح عن طريق البرلمان، لأنه كان الرئيس وعد بأن التعديلات الدستورية المقترحة ستمرر عبر استفتاء شعبي، ولكن يبدو أنه راجع تلك الفكرة وقرر أن تكون الاستفتاء عبر نعم أبي لأنه بحسب بعض المصادر لم يكن مكلفا. نعم أبي، يعني إلى جانب اتهامات المعارضة كان اليوم هناك حدث أيضا في موريتانيا وهو التعديل الجزئي الذي طال الحكومة، هل يمكن أن نعرف خلفيات هذا التعديل وماذا عن توقيت هذا التعديل؟ هو التعديل كان متوقعا، كان متوقعا أن يكون هناك نفس جديد للحكومة الموريتانية بعد الروتين الذي توقع الكثير أن يقتله نهاية عطلة الرئيس بعد عودته قبل أيام، ولكن هذا التعديل لم يكن بالمستوى الذي كان مطلوبا أو كان متوقعا، إنما جاء فقط بوزيرين من خارج الحكومة وذهب بوزيرين كان ربما الأقل أداء والأضعف إنتاجا في الفترة الأخيرة. هو بشكل عام كان متوقعا ولكنه لم يكن بهذا الشكل الذي حصل اليوم. كان يتوقع أن يكون بنفس جديد، أن يطيب الحكومة نفسا جديدا هي بحاجة إليه بعد فترة ركود طويلة أو ما سمي ركود. نحن هنا في موريتانيا الحكومات تتغير عندنا من كل 3 أشهر أو 4 أشهر هكذا تعودنا، هكذا عودتنا الأنظمة المتعاقبة. نعم شكرا لك يعني أبي زيدان مراسل الميادين من نواك شوت على كل هذا المعلومات. أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خليات في مدينة المكنين بمحافظة المنستير مؤلفة من 8 أشخاص تراوح أعمارهم بين 32 عاما و47. وأوضحت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بعقد اجتماعات سرية في المدينة وأنهم ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة ويعملون على جمع أموال للتنظيم من دون ترخيص. رأى حزب التحرير التونسي أن المسلحين التونسيين العائدين من مناطق القتال مجاهدون وأن ذهابهم إلى سوريا من أجل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم الثورة السورية. القيادي في حزب التحرير عماد الدين حدوق دعا إلى عدم محاكمتهم إلا إذا ثبت ضلوعهم في قتل مسلمين، وهدد الحزب بالعصيان وعدم الاحتكام للقوانين وبالتشهير بالأمنيين على صفحات التواصل الاجتماعي إذا واصلوا اعتقال شباب حزب التحرير. بدأ مجلس النواب التونسي دراسة تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات المكلفة الإعداد للانتخابات المحلية، خطوة برغم أهميتها لا تعني نهاية الخلاف بين الأحزاب بشأن قانون وموعد إجراء الانتخابات المحلية. تقرير مراد الدلنسي. مجلس النواب التونسي يدرس تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات كما ينص على ذلك القانون، خطوة ولا أن تأخرت إلا أنها أحيت الأمال بقرب إجراء الانتخابات البلدية، انتخابات يعيق إجراءها خلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات. هو كل طرف متمسك برأيه، كل طرف خاصة في علاقة بتصويت الأمنيين، ونعرف المعركة المفصلية في هذا الموضوع، وما زلت ما فماش حلحلة من أي طرف، هذا نتفق فيه، ما هوش معناها اعتباطيا أنه وقف القانون الانتخابي، فما أسباب حقيقية، فما أسباب واقعية. تتهم الأحزاب ولا سيما الحاكمة منها بتعمد الإبقاء على خلافاتها لتأجيل الانتخابات، حيث يرى مراقبون أنها لا تريد اختبار شعبيتها في هذا التوقيت، والبلاد تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية. بدورها تلقي هذه الأحزاب بالكرة في ملعب الحكومة التي تأخرت في تقديم مشروع قانون انتخابات توافقي ينهي حالة الجمود. الموضوع الآن احنا في حكومة وحدة وطنية خاطبناها منذ أشهر باش تقدم المقترح للخروج من المأزق الذي وصلنا إليه باعتبار المبادرة التشريعية كانت من قبل الحكومة وهي الجهة الوحيدة المخولة لتقديم مقترح التعديل.
وفي صورة المصادقة على قانون الانتخابات الذي ستقدمه الحكومة خلال أسابيع قليلة، فإن إجراء هذه الانتخابات قبل نهاية السنة يبقى ممكناً. ما زال معناه من ناحية الوقت ما زال ممكن أن نتوصل إلى تنظيم الانتخابات في شهر أكتوبر 2017، ولكن هذا يشترط أن يقع التقدم بسرعة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة في هذين القانونين. وحسب سياسيين وخبراء، فإن الفشل في إجراء الانتخابات البلدية يعيق المجهود التنموي والبيئي للحكومة ويهدد تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتوقفة. رغم نجاح تونس في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بإجماع الداخل والخارج، إلا أن الأحزاب فشلت حتى الآن في التوافق على قانون انتخابي يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات بلدية طال انتظارها. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. إلى العناوين مجددا. القوات العراقية تستعيد مقر الاتصالات والبريد وهيئة الاستثمار ومديريات الكهرباء وبناية الأمن الداخلي في الموصل. إصابة السفير الإماراتي في أفغانستان وعدد من الدبلوماسيين في تفجير استهدف مقر حاكم قندهار. الانقسام السياسي يضع ليبيا أمام مواجهات عسكرية جديدة بعد ضرب داعش في سرت. تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 4 وزارات، والمعارضة تتهم السلطة برشوة النواب. المزيد من الأخبار والتقارير على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.